كنا بنتكلم في بداية اللقاء عن فكرة تغيير وجهات النظر العالم والرأي العام عن ما يدور سواء في الدول الإسلامية أو غيره، لكن كمان احنا كنا في فترة من الفترات الحقيقة مصر وخاصة بعد ثورة 30 يونيو وكمان أحداث يعني يناير 25 يناير، كنا دايما عايزين نغير صورة مصر أمام العالم ونوصل وجهة النظر، والحقيقة الدولة المصرية بتقوم بده تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة، يعني دايما بنشوف الرئيس هو اللي بيسعى إنه هو يغير وينقل وجهة النظر المصرية من خلال جولات مكوكية شرقا وغربا وجنوبا وشمالا حقيقة علشان ننقل وجهة النظر المصرية في كافة القضايا. الحقيقة ده مش دور كمان الحكومة بس، ده المفروض ان هو يبقى دور لكل يعني سواء الوزارات داخل الحكومات او منظمات المجتمع المدني او الاشخاص اللي موجودين او المسؤولين، يعني كل انسان هو سفير عن الدولة المصرية لتوضيح الصورة. امبارح كان في زيارة مهمة لوفد البرلمان الاوروبي في مصر، التقوا بشيخ الازهر والتقوا بقداسة البابا، وكمان كان في لقاء مع السيد محمد ابو العنين وكيل مجلس النواب، وكان اللقاء فيه الحقيقة استعراض لجهود الدولة المصرية خلال الفترة اللي فاتت، وتم عرض فيلم أثار الحقيقة مجموعة كبيرة من القضايا اللي فعلا محتاجة توضيح للرأي العام العالمي. يعني لما نتكلم عن وثيقة حقوق الإنسان اللي مصر أصدرتها، لما نتكلم عن دور المرأة، لما نتكلم عن إن إزاي مصر قدرت إنها تحقق طفرة كبيرة جدا حضارية على مستوى يعني الفترة اللي فاتت، وصولا إن إحنا أنهينا حالة الطوارئ وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهاء حالة الطوارئ، ده دليل إن مصر اتغيرت. والفيلم يمكن اللي إحنا بنعرض لحضراتكم أجزاء منه كان عنوانه يعني أو المرحلة كانت الإنجازات وإزاي بنبني حضارة وإزاي يبقى عندنا جمهورية فعلا جديدة ليها قوام وليها أساسيات وليها بنية تحتية. الفيلم استعرض يعني حاجات كتير قوي، واعتقد ان هو حاز على اعجاب الوفد البرلمان الاوروبي، وكمان سمعوا للنائب محمد ابو العنين وهو بيشرح، وكانوا بيقولوا ان هم اخذوا معلومات مهمه جدا وغيروا وتغير الانطباع اللي كان موجود زي ما شايفين حضراتكم لقطات من اللقاء. استعراض هي مصر بتعمل ايه، وهو ده المهم جدا. احنا مش محتاجين على المستوى الرسمي بس، احنا محتاجين على المستوى الراي العام العالمي، الناس في الشوارع، احنا عايزين نغير صوره مصر من فكره ان هي مصر الهرم والجمل. لا، مصر بقت اكبر، يعني حجم الهرم وطبعا حضاره عظيمه، بس احنا زي ما لينا تاريخ بقى لينا حاضر، وطمعانين ان يبقى لينا مستقبل كمان يعني كبير. فاستاذ احمد، فكره ان احنا عايزين نعرف الناس اللي بيحصل، مصر بيحصل فيها حاجات كتير جدا وجميله جدا. طيب ده كلام مهم. ليه كلام مهم؟ لانه احنا عندنا مشكله كبيره جدا. احنا الواقع لا يعلمه الكثير من الخارج. صحيح، لا يعلمه الكثير، بالذات وسائل الاعلام العالميه. صح، هي واخده وجهات نظر محدده وماشيه بيها، لكن صح، لا تجد مراسلين ينزلوا القاهره ويشوفوا الحجم الاجراءات، ولو نزلوا بيروحوا اماكن بعينها ونازلين على حتت فيها وبينزل عشان السياسه، عشان السياسه مش اكتر. احنا عندنا مفهوم للسياسه. صحيح، الدوله المصريه سكت مصطلح ان الحقوق السياسيه تتاخر عن الحقوق الاقتصاديه والحقوق الانسان نفسها. صحيح، يعني مش الحقوق الانسان انك التعبير فقط، لا، حقوق الانسان تجد ماوى جيد. صحيح، تعليم جيد، صحة جيدة، طرق جيدة، مسكن بنية جيد، بنية تحتية جيدة. ده مفهوم أصيل سقته الدولة المصرية عشان تدي تعريف آخر لحقوق الإنسان المتعارف عليه في العالم كله. صحيح، احنا بنقول حقوق التعبير موجودة. موجودة بمعنى ايه؟ في التعريف، لكن التعريف الأشمل والأهم والأكبر والأنكى هو الانسان، حقوق الانسان بالكامل. صحيح، مسكن جيد، تعليم جيد، صحه جيده، بنيه تحتيه جيده، ده ما كانش موجود. صح، انت بتكلم عن حريه، ودي مشكله على فكره ما يسمى بالربيع العربي. الربيع العربي يريد ان يقدم حريه التعبير على الحقوق الاساسيه. يعني يقول لك انا عايز الحقوق، وده طبعا دي فريه وكذوبه عظيمه عشان جماعات دينيه تسطو على الحكم. صحيح، يقول لك انا عايز حريه التعبير، انا عايز بتكلم عن الديمقراطيه، لكن الحقوق الاساسيه في المجتمعات مش موجوده. صحيح، مش موجود تنميه، مش موجود اقتصاد يعبر عن الموارد الحقيقيه للمنطقه العربيه. صحيح، مش موجود. الزياره دي مهمه ليه؟ لان هي البعض بعض النواب او غالبيه النواب الاوروبيين او الكونجرس نفسهم بيتعرضوا لعمليه السماعي فقط لغير عن الحالة المصرية، لأنه الصوت عالي فيما يخص الإخوان والجماعات الدينية برا. صحيح، في الخارج.
لكن على أرض الواقع في تغيير حقيقي يجري على أرض الواقع. صحيح. تغيير حقيقي. هذا الوفد أنا أتصور وأنا متأكد وعندي يقين أنه لما رأى وسمع غير لما رأى وسمع في الداخل المصري. صحيح. لما شاف التطورات بالذات خاصة لو هو شاف قبل وبعد. لو عرض عليه حال الدولة المصرية قبل 2012 أو قبل 2011 والحال الآن من تطور هائل في البنية التحتية. صحيح. من تطور هائل في كل شيء، أنا أتصور أنه سيغير وجهة نظره، سيدرك يقينا أن الحقوق الإنسان الأساسية في مصر هي تغيير الواقع وليس حقوق التعبير اللي هي ممزوجة بآراء سياسية لها أهداف، يعني أهداف لها علاقة بالتولي السلطة ومعارك مع الدولة المصرية والشعب المصري. صحيح. اللقاء ده مهم لأنه أنا شايف أنه برضو أنا شايف أنه الدولة المصرية تكثر من استدعاء هؤلاء. يا ريت عشان يشوف على أرض الواقع. صحيح. يروح العاصمة الإدارية، يروح يشوف العالمين، يشوف القاهرة بيحصل فيها إيه. يشوف التطورات اللي بتحصل، لا سيما لو العرض بيتم عن قبل وبعد. صحيح. لأن في ناس حتى ممكن ما تكونش إيه تعرف عن قبل، لكن لما تشوف إزاي الدولة المصرية اكتملت مؤسستها، إزاي حالة الاستقرار الفريدة اللي هي بتعيشها مصر وسط إقليم شديد الاضطراب. صحيح. إزاي ده بيحصل عشان يعرف تماما ويقينا أن الدولة ماضية، الدولة المصرية ماضية في حقوق الإنسان أساسية وهي توفير كل الحقوق للمواطن المصري.